أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. استوديو الجزائر مستمر معكم في جزئه الختامي لهذه السهرة. طبعا موضوعنا الثاني هو حول البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية، طبعا ردا على تصريحات مغربية مغرضة تستهدف الجزائر. طبعا هذه التصريحات كانت بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد. طبعا لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي الذي زار المغرب قبل أيام، وهذه الصور كما نشاهد لهذا الاحتفال بتوقيع مذكرات تعاون، خصوصا أنها تنص على الفتح الرسمي لسفارة الكيان الصهيوني في العاصمة المغربية الرباط. طبعا كانت هذه التصريحات للوزير الصهيوني الذي استقبله المغاربة بالأحضان. طبعا هذا هو الوزير الصهيوني في أول زيارة رسمية إلى المغرب منذ الإعلان عن الاستئناف الظاهري للعلاقات، لأن المعروف أن العلاقات بين الكيان الصهيوني والمخزن كانت مستمرة وكان التنسيق مستمر، حتى لما كان الخطاب الرسمي يتحدث أنه لا توجد اتصالات مباشرة. لكن هذه الصور وهذا هو الاستقبال. طبعا المخزن يستقبل هذا المسؤول الصهيوني ويتحدث عن اليد الممدودة ويتحدث عن أنه لا يأتي الشر للجزائر من المغرب، لكن الوزيران الوزير الصهيوني تحدث بقلق حول مساعي الجزائر التي هي رافضة لأن تطأ أقدام الصهاينة أكثر مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومعارضتها رفقة عدد من الدول لخطوة منح الكيان الصهيوني رفقة صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي. طبعا الخارجية شككت في مزاعم اليد الممدودة التي تدعيها الرباط في علاقاتها مع الجزائر بعد أن أصبحت تقود حملة خطيرة تستهدف الجزائر وقيمها المبدئية. وقال بيان خارجية أن المغرب يقوم خلال حملته على الجزائر بتنفيذ رغبة حليفه الجديد في الشرق الأوسط. طبعا الإشارة هنا واضحة إلى هذه الصور، الحليف الجديد هو سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهذا التحالف الوثيق الذي دائما ما يؤكد الصلة الوثيقة بين النظامين المخزني والصهيوني، انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني واحتلال للشعب الفلسطيني وانتهاك لحقوق واحتلال للشعب الصحراوي. طبعا أسعد بأن ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور إسماعيل خلف الله أستاذ القانون الدولي. أستاذ خلف الله مساء الخير. مساء الخير أستاذ علي، تحية لك وللسادة المشاهدين. إذن ربما هذا رد الجزائر على الخطاب الملك المغربي قبل أيام، تحدث عن اليد الممدودة، تحدث أن الشر لا يأتي للجزائر من المغرب، لكن مثل ما يقول المثل أو تقول الأغنية، أشوف كلامك أصدقك أشوف فعلك شيء آخر وشيء ثاني. اليوم تؤكد ربما المخزن نفاقه بين تلك اللغة الرومانسية التي تحدث بها الملك وبين الأفعال، استقبال للوزير الصهيوني وحديث واستهداف مباشر وغير ما فيه حتى التباس ضد الجزائر. هذه في الحقيقة هذه صورة تؤكد أن محتل يستعين بمحتل، هذه الحقيقة، وأن هذه التصريحات التي تهاجم الجزائر مباشرة لم يتم هذا التصريح الذي قام به وزير الكيان الصهيوني، وزير خارجية الكيان الصهيوني لم يصرح به في عندهم وصرح به في الرباط. لماذا؟ وهذا باين واضحة باللي الرسالة هي رسالة النظام المخزني، و يعني على لسانه، هذا تكلم على لسان نظام المخزن ماذا يحذر وما هذه المخابر النظام المخزني وما يحذره وما يعني أثبتت كذب هذه اليد الممدودة هذا التي يعني منذ يومين، هذا الخطاب الكاذب الذي حقيقة يؤكد هذا اللقاء وهذا التصريحات تؤكد ما الشكوك التي نضعها في ذلك الفعل، فعل او الإجرام الذي ارتكب في حق يعني هذا الإجرام الذي مس غاباتنا ومس مدننا وقرانا ومداشرنا هذه الحرائق،
كنا قد ربطناها بهذه التحركات، وها هي الآن الصورة تثبت على أساس أن قلنا أن هذه الحراكل لا يمكن أن تأتي هكذا فجأة بسرعة على ضربة واحدة يعني هكذا بفعل فاعل، والفاعل هذا من بإعانة وبتسخير وبتسير وبتوجيه من هؤلاء الذين أصبحوا قلقين فجأة من علاقات تربط بين دولتين في المجتمع الدولي وهي الجزائر وإيران. نعم، ربما والمشكلة ربما المفارقة أستاذ خلف الله أنه الخطاب الرسمي خصوصا من الملك محمد السادس كان يستعمل أدبيات مثل الأخوة وأننا أشقاء وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وبعدين يجيب لك الصهيوني على بعد آلاف الكيلومترات ويستقبله ويرحب به بالأحضان ويطلق هذا الصهيوني تصريحات يعني معادية للجزائر، والمغربي يبتسم ويرحب، يعني قمة النفاق وقمة الإزدواجية هنا. هذه قمة الكذب وقمة التدليس والنفاق والمكر والخديعة. الآن في الخطاب هذا الملكي قال بأن كذا واليد ممدودة وكذا، هذه اليد الممدودة هاو جاب لك صهيوني يصرح ضد الجزائر. ربما اليد الممدودة أستاذ خلف الله يقول نحن قلقين من علاقات الجزائرية الإيرانية. وش معناتها؟ احنا ما شفناش باللي إيران المخزن النظام المخزني على انهم على درايه بان ايران لها يعني او محاصره دوليا ولها عقوبات مفروضه عليها من طرف امريكا وهكذا. معنى ذلك يجر هذا رساله لكي تثبت لان هذا الارتباط او هذا العلاقات الجزائريه الايرانيه معناتها رحب يقول باللي ان هناك تخطيط وان هناك مشاريع نوويه وما وهكذا ويرسمون هذا الفيلم. يعني الان اذا قلنا هذه الحقيقه ذريعه، هذه ذريعه، لان العلاقه بين الجزائر وطهران علاقه عاديه، علاقه تربط الجزائر بنفسها بنفس العواصم الاخرى، نفس الدول الاخرى، نفس التعامل ضمن العلاقات الدوليه. والجزائر كانت لها علاقات قويه مع ايران في السابق، ونحن نعلم ان الجزائر كانت وسيط حررت الرهائن الامريكيين ملفات، نعم، كان لملفات كانت فيها ايران طرف ونجحت في هذه الوساطه في ملفات عديده لا نذكرها، يعني لا ملف قضيه العراق وايران، قضيه الدبلوماسيين الامريكيين، قضايا كثيره. طبعا طبعا كثيرة طبعا، وان كانت ربما استاذ خلف الله العلاقات الجزائريه الايرانيه هي علاقات دبلوماسيه عاديه مثلما تفضلت، وكل امورها وكل مجرياتها تسير تحت ضوء الشمس، يعني ولا يوجد ربما ما يمكن ان يخفى في هذه العلاقات. والمغرب باعلانه سياسه اليد الممدوده ربما كان يقصد بها مع الصهاينه، اخطا فقط. هذه ذريعه في الحقيقه، هم لم يجدوا الصهاينه، لم يجدوا ذريعه، ووجدوا هذا الخطاب كتب للصهاينة من طرف النظام المخزني، هذا مفروغ منه، أنه ها هو اش تكلموا هما الصهاينة لم يجدوا ذريعة لكي يهاجموا الجزائر، وجدوا هذه. يعني الجزائر تحركت، دبلوماسية الجزائر تحركت ورفضت دخول الكيان الصهيوني كعضو ملاحظ في الاتحاد الإفريقي، وللأسف الأعضاء الأخرى لم ولا عضو عربي تكلم إلا الجزائر. الجزائر بطبيعة الحال حركت هذا الملف، وكانت يعني مساندة من دول أخرى، حتى ننصف الدول الأعضاء الأخرى تقريبا 13 عضو الآن تخندقوا مع الموقف الجزائري ورفضوا جملة وتفصيلة انضمام الاحتلال الصهيوني كمراقب في الاتحاد الإفريقي. ذلك لماذا؟ لأنه خالف يعني هذا المفوض الذي أعطى هذا التصديق والموافقة على انضمام الكيان الصهيوني كطرف أو كعضو ملاحظ، هو انتهاك للبيان التأسيسي للاتحاد الإفريقي. نعم. الذي قضى والذي يقضي بأن مثل هذه الطلبات تخضع لمشاورة الأعضاء
كل أعضاء الاتحاد، ثم إذا مرت 45 يوم على هذا الطلب ولم تبدي أي دولة أو أي طرف يعني معارضة هذا الطالب، فربما تأتي يمشي الإجراءات على قبول الطرف. أستاذ خلف الله، كعضو ملاحظ طبعا دائما لما نتحدث حول العلاقات المخزنية الصهيونية نتحدث ربما حول السياق الذي جاءت فيه، ربما إعادة، لا نقول أنه إعادة هذه العلاقات لأنها كانت موجودة وموجودة بصورة واضحة جدا، لكن هذه المرة وضعت تماما فوق الطاولة، وعلاقات دبلوماسية وإعلان واستقبال وأحضان وما إلى ذلك. دائما نتحدث حول الثمن الذي المخزن ربما أراد أن يتلقاه نظير هذه العلاقات، وهو اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء الغربية، لكن هذه المرة حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية المكلف بالشرق الأدنى جوي هود، حتى أيضا تغريدات الرئيس جو بايدن الذي تحدث عن أنه خريطة العالم ووضع حدا واضحا للصحراء الغربية، والحديث الأمريكي أنه هذه القضية مطروحة أمام الأمم المتحدة، وبالتالي القرار هذاك اللي داره ترامب يعني مثل ما يقال يشمخوه يشربوا ماء كما نقولوا في الجزائر. نعم، النظام المخزن صدق تغريدة ترامب عندما قضت على أساس أن يعني على قضية الصحراء الغربية، ولكن الآن هذه تزكية متبادلة، يعني الآن هو أرادوا شرعنا لحق غير ليس بحق، فهذا الاعتراف أو هذا التطبيع الرشوة، هذه الرشوة، رشوة التطبيع والقبول بصفقة القرن والتخندق مع هذه الصفقة، فبمقابل الاعتراف أو بالدفاع عن القضية أو القضاء على القضية، قضية الشعب الصحراوي الشرعية. هم بمقابل الآن نرى بأن المخزن الذي يدعي أنه يرأس لجنة القدس قد باع القدس، قد يعني طعن في قضية القدس. الآن هذا التصهين هذا وراه القدس، أين هي القدس؟ يعني هذا اللقاء الذي ترى يعني المصالح التقت، والنقطة اللي التقت هي أن الكيان الصهيوني يساعد المجتمع الدولي ويضغط على المجتمع الدولي كي لما يريده النظام المخزن، بمقابل هذا التطبيع وهذا التصهير. إذا فأعتقد أن قلت ونعيدها أن محتل يستعين بمحتل، وللأسف على من؟ على الجار، وعلى هذا الجار الذي الجزائر قالت في بيانها بين الخارجية أستاذ دكتور خلف الله أنه الجزائر لا تساوم في مواقفها المبدئية، وإذا كان ربما هذا التصريح أو هذه الحملات المغربية تريد الجزائر أنها تتراجع فهي واهمة. بطبيعة الحال الآن هذا أسلوب ضغط، هذا يعني أنا قلت يعني الكيان الصهيوني استثمر في هذا بقوة، يعني هو جدا يعني طابيروج وكيف ما والمنصة مفتوحة ويصرح كيف هذا، يعني لم هذه ما كانش الصهاينة كانوا ما يشوفوهاش في الأحلام هذه، والمخزن أعطاها له، يعني هذا يصرح ضغط. لماذا؟ لأنه بالعكس هذا الجزائر اللي أولا تقوم على قضية الشعب الفلسطيني وهي من أعطت لدفع يعني هي من استطاعت تدويل القضية الفلسطينية، الجزائر هي من أدخلت القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، هذا ما ينسوهاش صهاينة، ما ينسوهاش. الجزائر هي من ساعدت على قيام دولة فلسطين على أرض الجزائر 88 ودفعنا الفاتورة، صحيح، هذه كلها الصهاينة لا ينسونها. وبالتالي فجاءت فرصة الصهاينة كي ينتقموا من هذا الموقف الذي لن ترجع ولن تعود، أشكرك، يعني لن تعيد يعني لن تتراجع عنه الجزائر. الموقف الرسمي والموقف الشعبي يبقى ثابت. أشكرك جزيل الشكر. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور إسماعيل خلف الله أستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر سكايب، كما أشكركم مشاهدينا على الكرم المتابعة في حلقة اليوم، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.